نيابة عن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، تفضل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بافتتاح مركز البحرين العالمي للمعارض في منطقة الصخيرة اليوم، بحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة من كبار المسؤولين بمملكة البحرين. وأكد سموه خلال الافتتاح أن تعزيز تنافسية مملكة البحرين في مختلف المجالات يسهم في إبراز وتقوية مقوماتها الجاذبة للاستثمار ومواصلة تحقيق المنجزات تلو الأخرى ورفض مسارات التنمية بما يعود بالنفع على الوطن ويخلق المزيد من الفرص النوعية للمواطنين، مشيرا إلى أهمية الجهود المبذولة في قطاع السياحة باعتباره إحدى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية وفق الخطط الموضوعة وإسهامه في تنفيذ خطة التعافي الاقتصادي بما يدعم تحقيق أهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه. وبهذه المناسبة رفع سموه أسمى آيات التهاني إلى حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم أيده الله، معربا عن تطلعه بأن يكون هذا الصرح إضافة نوعية في مسيرة النماء والبناء للوطن، لافتا إلى أن ما يتحقق اليوم يرتكز إلى تاريخ نفخر به من الأسس التي وضعها والخطى التي رسمها المغفور له بإذن الله تعالى الأمير الراحل صاحب السمو الشيخ عيسى بن سلمان الخليفة طيب الله ثراه لتحقيق المنجزات الحضارية لمملكة البحرين والإسهامات الجليلة لصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رحمه الله. وقال سموه إن أفاق الإنجاز التي يسعى لها فريق البحرين في كل قطاع تعكس العزائم العالية التي ينطلق منها أبناء الوطن نحو بناء حاضر البحرين ومستقبلها الواعد، مضيفا بأن جهود التنمية الرامية إلى تحقيق رفعة المملكة وتعزيز مكانتها مستمرة تدعمها عزيمة الفريق الواحد وطموحه لتكون البحرين دائما متميزة على مختلف الأصعدة. وأضاف سموه أن مركز البحرين العالمي للمعارض محطة بارزة لتعزيز مكانة البحرين على خارطة صناعة المعارض الدولية بما يفتح مجالات أرحب للعملية التنموية على كل صعيد، مشيرا إلى أن المركز من شأنه تعزيز تنافسية المملكة كوجهة سياحية واستثمارية لما يوفره من بنية تحتية لاستضافة العديد من الفعاليات على المستويات الإقليمية والدولية. وقد اطلع صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء خلال الافتتاح على عرض حول أبرز ما اشتمل عليه المركز من قاعات رئيسية وما تحويه من خدمات وتقنيات مبتكرة تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في مجال صناعة المعارض، حيث أشاد سموه بالجهود المبذولة لتنفيذ المشروع بالإتقان المطلوب والكفاءة العالية التي تعكس الحرص على مواكبة الطموح المنشود. من جانبها أكدت سعادة السيدة فاطمة بن جعفر الصيرفي وزيرة السياحة أن مملكة البحرين تميزت عبر تاريخها العريق بكونها منطقة جذب عالمي للاستثمار والتجارة، ويأتي اليوم افتتاح مركز البحرين العالمي للمعارض مواكبة للتوسع الذي تشهده المملكة في مجال صناعة المعارض والمؤتمرات والفعاليات والانفتاح على الأسواق العالمية بما يسهم في جذب المستثمرين وتعزيز الاستثمار في قطاع السياحة والمساهمة في تنمية القطاعات الأخرى ذات الصلة كقطاع الفنادق والضيافة والقطاع التجاري،
إلى جانب تنشيط حركة شركات السياحة ضمن خطوة توسعية لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية المستدامة. الجدير بالذكر أن مركز البحرين العالمي للمعارض في الصخير يعد الأحدث على مستوى منطقة الشرق الأوسط والأكبر في مملكة البحرين، ومن المقرر أن يجذب أبرز وأكبر الفعاليات المحلية والدولية والإقليمية، حيث يتضمن 10 قاعات تشمل كافة الخدمات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى مساحات تخزين خاصة بكل قاعة ومخارج ومداخل مستقلة، مما يجعلها المكان الأنسب لاحتضان عدد من الفعاليات والمعارض في الفترة نفسها. ويتكون قلب المشروع من البهو المركزي الذي يعتبر موقعا مساندا للفعاليات المقامة في المركز. أما مركز المؤتمرات فيتكون من صالة مؤتمرات رئيسية تسع لقرابة 4000 شخص، يمكن تقسيمها إلى 3 قاعات منفصلة مجهزة بأحدث وسائل العرض والخدمات الفنية لاستضافة المؤتمرات والفعاليات العالمية، كما يشتمل على عدد من القاعات للمؤتمرات والاجتماعات المتوسطة والصغيرة. يتفضل الآن صاحب السمو